أنا خارج مكتبي بكل حرية، وأنا اقتضى الأمر خارج البلاد لغاية تنفيذ المهام المبينة عليه ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين البلد المعني. معناها المحامي الأعمال في نطاق مباشرة لعمل المحاماة ما تم حتى مانع إجرائي أو قانوني يمنع أو يحول بينه وبين حريفه باش يتصل به ويشوفه ويسمعه ويختلي به ويقدم له كل ما يعني يتعلق بوضعيته، معناها الحقوقية وكذلك حتى وضعيته في معناها الصحية والإنسانية. دونك الأستاذ عبد الرزاق الحلالي تنقل مع مجموعة الزملاء تنقل في نطاق مباشرة مهنة المحاماة، وبالتالي هما ما مشاوش على أساس مهمة أخرى أو على أساس قضية أخرى، وإنما توجهوا كمحامين فهمت في نطاق القيام بحقوق الدفاع وما تطلبه مهمة الدفاع من حدود و